بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى من العام 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد قباء يطيب لي باسم الجميع أن نرحب بسماحة الشيخ الوالد العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا بسماحته، والذي غمرنا بهذه الزيارة في وقت أحوج ما نكون فيه للعلم الشرعي، للعلم الشرعي المؤصل. ولا يخفى على الجميع فضل العلم وتعلمه، فالله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول: وما يعقلها إلا العالمون، آيات للعالمين، ويقول: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. والآيات في هذا معلومة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الكل مرتبط مسرور في هذا المساء وفي هذا المسجد أن يكون بيننا عالم من علماء أمتنا الإسلامية، لننهن من علمه ونأخذ من فهمه. أسأل الله أن يرفع ذكره، وأن يستر عيبه، وأن يغفر ذنبه، وأن يقوي بدنه، ويطيل عمره في صحة وإيمان. أحبتي، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة نظم هذا اللقاء مع سماحته، وهذا اللقاء هو باكورة، أو هو افتتاح لندوات كل اثنين تستمر عاماً كاملاً. يستهل هذه الندوات أو هذه اللقاءات سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان. ومن غرة شهر 6 قادم سيكون كل اثنين في مسجد قباء إما ندوة أو محاضرة لمدة عام كامل. أنبه قبل أن يستهل سماحته كلمته أو لقاءه بأبنائه وبالخطبة والحاضرين جميعاً، أن أنبه إلى أننا سنوزع ورقات أو أوراق لمن أراد أن يكتب سؤاله، ولكن لابد أن يكون الخط واضح حتى أستطيع قراءته وأن تكون العبارة صريحة، والهدف أن ينتفع الجميع. أترك المجال للوالد الشيخ صالح الفوزان فليتفضل مأجوراً مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا مسرور والحمد لله باجتماعي مع إخواني في هذا المسجد المبارك، وأما الكلمة التي سأقولها فلا تخفى على كثير منكم، ولكنه من باب التذكير فقط، لا من باب التعليم، بل من باب التذكير
بما أعطانا الله سبحانه وأنعم علينا هذه النعمة التي نعيش في ظلها، وهي نعمة الإسلام ونعمة التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة ونعمة الأمن في هذا الوطن والحمد لله، نعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم ظاهرة ونعم باطنة. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ليزيدنا منها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم هذه النعمة، إن عذابي لشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لطاعته والعمل برضاه. كل عمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه شرك ولا رياء ولا سمعة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ولا إحداث، وإنما هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه أوصانا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصحابة وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى مهما كلف صاحبه نفسه فيه، فإنه ما دام أنه ليس من سنة رسول الله فإنه مردود عليه، لا يقبله الله، وهو فيه آثم غير مأجور. أيها الإخوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وما توفاه الله إلا بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، ما عاش بعدها إلا شهرين وأياما، ثم توفي صلى الله عليه وسلم، ترك أمته على السنة الواضحة والملة النقية في عقيدتها وفي عملها وفي تعاملها، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه لأمته، وما ترك شيئا يبعد عن الله إلا بينه لأمته عليه الصلاة والسلام. فإن كان من تقصير أو ضياع فإنه منا ومن تفريطنا، ولكن الحمد لله باب التوبة مفتوح الليل والنهار، من تاب إلى الله توبة نصوحا قبلها الله منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا الشرط، فمهما كثرت الذنوب فإن الله يغفرها، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله الذي فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يستجيب لنا وأن يغفر لنا، فمن فرط فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي ضيع الفرصة التي مكنه الله منها ودعاه إليها، والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. والإنسان هو الذي يسعى لنفسه، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو، يخرجون في أول النهار إلى أعمالهم وإلى ضيعاتهم وإلى كل الناس يغدو، فبائع نفسه للشيطان والهوى، فبائع نفسه فمعتقها من رق الشيطان ومن الغفلة والإعراض، أو موبقها مهلكها. فالإنسان هو ونفسه، قد أفلح من ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسها بالتراب ودنسها بالذنوب، هذا خاب وخسر. فكيف الإنسان يكون مع نفسه بهذه الصفة؟ فالمسلم والمؤمن ينتبه لنفسه ولا يؤخر العمل ويعد بالتوبة، إنما التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، كل يتوب عند الموت ولكن لا تقبل التوبة، إذا غرغرت الروح بلغت الحلقوم لا تقبل التوبة، انتهى وقت التوبة. فالمسلم ينتبه لنفسه ويستيقظ قبل أن يدهمه الأجل وهو لا يدري، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان لا يدري متى يموت وأين يموت وعلى أي حال يموت، ولكنه يسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق ويحسن النية، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى، يحب أن يعفو عن عباده وأن يغفر لهم ويحب أن يكرمهم ويدخلهم الجنة، يحب الله لهم ذلك، ولكن هم الذين يتبغضون إلى الله بالمعاصي والسيئات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لسماحة الوالد الشيخ على ما تفوه به من كلمات نافعة دافعة رافعة بإذن الله، أسأل الله يكتب أجره وأجر الجميع. نشرع في الأسئلة، الأسئلة الحقيقة أيها الإخوة كثيرة جدا، فالمكرر منها نستبعده، وما تيسر من وقت وما سبح به الوقت نعرضه على سماحة. السؤال الأول يقول السائل سماحة الوالد، ما هي أفضل أو ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد بالنسبة للمبتدئ؟ أفضل شرح لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أفضل شرح له هو فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فتح المجيد الذي هو تهذيب لشرح التوحيد. الأصل أن الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد، ثم جاء ولكنه لم يكمله، قتل رحمه الله وهو لم يكمله، فجاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن فأخذه وهذبه وكمله بكتاب فتح المجيد، وهو أفضل شرح لكتاب التوحيد. نعم. عفى الله عنكم. سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نحبكم في الله ونحتاج إلى نصيحتكم، في بلادنا وفي غيرها الناس في جهل كبير في التوحيد ويقعون في الشرك الأكبر، ونحن مختلفون في معاملتهم، هل نعاملهم كالمسلمين أو كالمشركين ولو كانوا معذورين عند الله، يعني لا يصلى عليهم إن ماتوا ونحو ذلك، وبسبب هذا الخلاف يقع الجدال، فكيف نعاملهم وما هي نصيحتكم لنا؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأقام أركان الإسلام فإنه هو المسلم، يصلى عليه ويستغفر له، وقد يكون هناك نقص، قد يكون هناك ذنوب وسيئات، لكن ما لم تصل إلى حد الشرك الأكبر فإنه ترجى له المغفرة ويدعى له ويصلى عليه إذا مات. نعم.
عفى الله عنكم. هذا السائل يقول: بارك الله فيك شيخنا المبارك، هل الأفضل لي البقاء في المدينة النبوية لتحصيل الرزق والعلم أم الذهاب إلى بلدي بنية الدعوة إلى الله يبدونه من خارج المملكة؟ لا، الأفضل أن تبقى لتتعلم أولاً، تكمل تعليمك، فإذا تحصلت على علم تثق به فإنك تذهب إلى بلادك تدعوهم إلى الله وإلى إصلاح العقيدة، تبين لهم التوحيد وتنهاهم عن الشركيات وعن البدع والمحدثات، عملا بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لطلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تعلموا أولا في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، تعلموا التوحيد والعقيدة وأركان الإسلام الخمسة وما زاد عن ذلك من العلم حسب ما يوفقكم الله له، تعملون به في أنفسكم، ثم تذهبون إلى بلادكم دعاة إلى الله ومعلمين ومفقهين، تحصلوا على هذا الأجر العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا أحسن القول، دعا إلى الله. نعم. عفى الله عنكم. هذا السائل يقول: هل يلزم من الخروج على ولي الأمر يكون بالسيف؟ فهل يسمى خروج إذا كان من دون سيف؟ وهل يصلح أن نقول لمن خرج أنه ليس من أهل السنة؟ الخروج على ولي أمر المسلمين يكون بالسيف، هذا أشد، ويكون بالقول، قد يكون بالقول بدون سيف. إذا صرت تدعو إلى الخروج عليه ومخالفته شق عصا الطاعة ولو لم تحمل السيف، فإن هذا يكون خروجا على ولي الأمر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على السمع والطاعة وطاعة ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا فإنه تجب طاعتهم لما في ذلك من اجتماع الكلمة وردع العدو وانتشار الأمن. نعم. هذا سائل يقول: هل بالنصيحة لمن ابتلي بالنظر إلى الأفلام الإباحية يحب العلم لكنه لا يستطيع التخلص من ذلك؟ هو الذي فتح على نفسه هذا الباب، لماذا يذهب إلى الأفلام الإباحية وينظر فيها وهو يعلم ما فيها من الشر وما تجر عليه من الإثم؟ ولكن باب التوبة مفتوح، لا نقنطه من رحمة الله، يرجع إلى الله ويترك هذه الأفلام ولا ينظر فيها ويحذر منها. نعم. عفى الله عنكم. هذا السائل يقول: رجل له منزلان في بلدين، فهل يقصر إذا أدركه الوقت وهو مسافر من أحدهما إلى الآخر؟ إذا كان بينهما مسافة قصر 80 كيلو فأكثر يحق له القصر والجمع. نعم. عفى الله عنك.
هذا السائل يقول: لماذا حذر الأنبياء أقوامهم من الدجال مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان؟ لخطره، خطورة المسيح الدجال خطره عظيم، فتنته عظيمة، فتنته عظيمة، فهم يحذرون أممهم من فتنة المسيح الدجال، وكان أشدهم تحذيرا من المسيح الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أشد الأنبياء تحذيرا من الدجال، لأنه يأتي في آخر الزمان، من علامات الساعة وآخر الزمان فتنته عظيمة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه بجملة الأربع في التشهد الأخير: استعيذ بالله من أربع، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. عفى الله عنكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: أبي زوجني من رجل لا أرغب فيه وقد قبلت به مكرهة تحت ضغوط العائلة. هذا الرجل لا يصلي ولا يصوم رمضان ويشرب الخمر وضربني عدة مرات، علما أنه يقر بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا والإسلام دينا. أريد الطلاق من هذا الرجل، لكن أهله أو رفضوا، هل لي حق في الرحيل وقطع كل اتصال معه؟ تقدمي إلى القاضي واذكري له حالة هذا الرجل، والقاضي ينظر في أمركما ويكون الفصل على يديه، على يدي القاضي. نعم. هل من كلمة توجيهية لأصحاب الفضيلة الخطباء، حيث أن معنا خطباء منطقة المدينة المنورة؟ الخطباء لا شك أن عليهم مسؤولية، لأنهم يوجهون الناس في الخطب، يقفون أمامهم في كل جمعة، فعليهم أن يعدوا الخطبة إعداداً جيداً حسب الحاجة، حاجة البلد. لا تخطب في الناس وتذكر لهم أحوال العالم وأحوال الدنيا وتذكر لهم كل شيء ويطلعون بدون فائدة. عليك أن تركز على واقعهم وما يحتاجون إليه وما هم واقعون فيه من الخطأ، لأن الخطبة شرعت من أجل هذا. نعم. هذا السائل يقول: هل التحرز من العين ينافي التوكل؟ العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. العين حق، ولكن عليك بالورد في الصباح والمساء، حصن نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تضرك إن شاء الله هي ولا غيرها من المحذورات. حصنت نفسك في الصباح والمساء بالورد، الأدعية الصحيحة، فإن هذا يكفيك به الله عز وجل شر العين. نعم. سمحت الشيخ، بعض الخطبة يتقدم في خطبة أو يبتدي خطبته قبل الزوال، فهل يصح؟ والله الأحسن أن المسلمين خصوصا في البلد الواحد أنهم ما يتفاوتون، أنهم يدخلون عند زوال الشمس، عند دخول وقت الظهر، لئلا يحصل اختلاف ويحصل، هذا هو الأحسن لهم والأضبط لهم. نعم.
عفى الله عنكم. هذا سائل يقول: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ ليس هناك دليل إلا الإمام، فإنه لا يصلي في مكان الفريضة لئلا يظن أن الصلاة لم تنتهي، وأما المأموم فلا بأس أن يصلي الفريضة والنافلة في مكانه. نعم. هذا سائل يقول: يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف صفوف النساء في الصلاة المفروضة، فهل تقبل صلاتهم؟ المسجد الحرام والمساجد المزدحمة نتسامح فيها بما يحصل من تقارب صفوف الرجال وصفوف النساء، وأن يكون الرجال خلف النساء أو ما أشبه ذلك، إذا كان المكان مزدحم، إذا كانت مزدحمة نتسامح في هذا. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، هل من كلمة توجهونها إلى طلاب العلم حول ما بينهم من تراشق وتقاطع وتهاجر وتجريح عبر المواقع، وما حكم استغلال المساجد لهذا الغرض؟ ليست هذه صفة طلبة العلم. طلبة العلم يتواصلون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى ويتحابون، ولا وش فائدة العلم إذا كانوا يتعادون ويتقاطعون ويحصل بينهم شقاق؟ العوام وين يذهبون إذا رأوا طلبة العلم هكذا؟ الواجب على طلبة العلم أن يكونوا قدوة صالحة، وأن يعملوا بعلمهم، وأن يتواصلوا فيما بينهم ويتعاونوا على الدعوة إلى الله وعلى البر والتقوى، يجعلون لهم اجتماعات يتشاورون فيها ويديرون فيها المشاكل التي تحصل ويلتمسون لها الحلول. هذا هو واجب طلبة العلم. نعم. عفو الله عنكم. هذا السائل يقول: في قريتي كثير من المساجد التي فيها قبر، ولم استطع أن أدعوهم إلا بخطبة الجمعة فيه والصلاة فيه، فماذا أفعل؟ المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه حتى يخرج القبر من المسجد، إذا كان المسجد سابقاً على القبر، أو إذا كان القبر سابقاً على المسجد يهدم المسجد ويبنى في مكان ليس فيه قبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، الصلاة إليها، لأن هذا من وسائل الشرك بالله عز وجل. نعم. عفى الله عنكم. هذا سائل يقول: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم عاد قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز له المسح عليها؟ نعم، ما دام ما مسح عليها يعني أنه خلعها قبل أن ينتقض وضوءه، توضأ ولبسها ثم خلعها قبل أن ينتقض وضوءه يمسح عليه. أما إذا خلعهما بعد انتقاض الوضوء ثم لبسهما فلا يمسح عليهما حتى يتوضأ ويلبسهما على طهارة. نعم. هذا السؤال: ما حكم، سائل يقول: سمعت الشيخ، ما حكم قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا، أو شاءت الأقدار كذا وكذا؟ لا يجوز هذا، قل شاء الله، ولا يسند الأمر إلى الظروف أو إلى الوقت أو إلى المكان، بل تسند الأمر إلى الله، شاء الله كذا وكذا. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. نعم.
عفى الله عنكم. هذه سائلة تقول امرأة معها مرض السكري وهي حامل الآن، وهي حامل الآن في الأسبوع السادس، وأخبرها الأطباء أنها إن لم تجهض الجنين فمن المحتمل أن تفقد بصرها بسبب مرض السكر، هل يجوز لها إجهاض الجنين؟ هذه تكتب سؤالها مؤيداً من ثلاثة من الأطباء عن حالتها وحالة الجنين، ترفعه لدار الإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ نقول كذبتم، النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، إنما دفن في حجرته، حجرة عائشة، وكانت خارج المسجد، كانت خارج المسجد في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم دفن فيها عليه الصلاة والسلام هو وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهي خارج المسجد، وإنما أدخلت في المسجد بعد ذلك، لما وسع المسجد أدخلت فيه الحجرات. يقولون وليس هذا بمشورة من أهل العلم في وقتهم، وإنما السلطان أمر بإدخالها وأدخلها أمير المدينة بأمر السلطان، الله أعلم. نعم. عفى الله عنكم. هذا سائل يقول شخص سكن في دار فأصابته الأمراض وكثير من المصائب مما جعله يتشاءم هو وأهله من هذه الدار، فهل يجوز له تركها لهذا السبب؟ إذا كرهها فإنه يخرج منها إلى دار أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه قد يكون السوء في ثلاث، في الدار وفي الدابة وفي المرأة، فإذا كان متحرجا من ذلك متضايقا الله وسع عليه، استبدلها بغيره. نعم. عفو الله عنكم. هذا السائل يقول ما هو أفضل متن يحفظ في الفقه الحنبلي؟ متن الزاد، زاد المستقنع، هذا أفضل متن يحفظ، وبعده متن الدليل، متن الدليل لكنه أقل منه مسائل، متن الدليل جيد كانوا يحفظونه لكنه أقل مسائل من متن الزاد، متن الزاد مشحون بالمسائل والفقه. نعم. هذا سائل يقول الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ نعم، ورد أن الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة الواحدة عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد، ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم. والساحات المناسبة، كل ما كان مرتبطا بالمسجد تابع للمسجد فهو حكمه حكم المسجد. نعم. هذا السائل يقول حفظكم الله ذكرتم أفضل الشروحات في كتاب التوحيد، فما هو أفضل شرح للعقيدة الواسطية بارك الله فيكم؟ شروح العقيدة الواسطية كثيرة وكلها جيدة، ولو فضل بعضها على بعض اقرأ فما تستفيد منه خذه. نعم، منها، من هذه الشروح. نعم. عفى الله عنكم. هذا السائل يقول ما حكم أن يقال فلان مرحوم أو انتقل إلى رحمة الله؟ يدعى له برحمة، يقال رحمه الله، ولا يقال المرحوم أو يقال انتقل إلى رحمة الله، وإن كان هذا من باب الرجاء والدعاء، لكن الأفضل أن يدعى له بالرحمة، يقال رحمه الله. نعم. وهذا يسأل عن حكم الحلف بالمصحف. لا يجوز الحلف بالمصحف، إنما يكون الحلف
بالله عز وجل. نعم الحلف بالقرآن، حلف بالقرآن لأنه من كلام الله من صفاته، وأما المصحف فهو أبراق وجلود ويعني ما هو معه مع القرآن ومعه أشياء أخرى. نعم. عفى الله عنكم، هذا يسأل ما المراد بالوسطية في الدين؟ الاعتدال، المراد بالوسطية في الدين الاعتدال في الدين، من غير غلو ومن غير تفريط، غير تشدد ومن غير تساهل. نعم. هذا يقول هل خروج على الحاكم الفاسق مسألة خلافية؟ وبعض الناس يقولون هي معللة بالمفاسد والمصالح. اتركونا من هذه المسائل، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما ولو كان عنده شيء من المعاصي، ما لم يكن خرج من الدين، خرج من الملة. نعم. هذا يسأل يقول ما هي نصيحتكم لمن سيتزوج قريبا؟ صحتنا هي أنه يدعو الله عز وجل بالتوفيق والإعانة، ويسأل الله أن يكون زواجه مباركا وأن يكون موافقا لشرع الله. نعم. وهذا يسأل عن التبرك بماء زمزم والاغتسال به. لا بأس، ماء زمزم ماء مبارك، يجوز التبرك به والاغتسال به وشربه تقربا إلى الله، شربه عبادة. نعم. هل من كلمة توجيهية في فضل الدعوة إلى الله؟ قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى الله، انتبهوا، إلى الله، يعني يكون مخلصا في دعوته، لا يقصد رياء ولا سمعة ولا يقصد طمعا دنيويا، وإنما يدعو إلى الله عز وجل طلبا لطاعته ومرضاته. نعم. هذا سائل يقول رجل تزوج امرأة ثم بعد مدة عرف أنها خالته من الرضاعة، فماذا يفعل؟ نعم. تزوج امرأة ثم تبين أنها خالته من الرضاعة، يرجع إلى القاضي والقاضي يحضر المرأة ويسألها ويستفصل عن الرضاعة، فإذا ثبت لديه يفرق بينهم. نعم. هذا يسأل سماحة الشيخ عن العذر بالجهل في المسائل الشركية، يقول هل هو موجود أو غير موجود مطلقا، أم أن في عذر بالجهل ولكن ليس كل جهل، نأمل إيضاح ذلك. لا يعذر بالجهل في أمور العقيدة إلا من كان منقطعا عن العالم ولم يصل إليه شيء، أما من يصل إليه، تصل إليه البرامج في الإذاعة ويسمع يسمع الكلمات العلمية التي تذاع وتبث، فلا يعذر بالجهل. الآن بلغ الدين المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام كما تعلمون. نعم. هذا يسأل عن الصلاة في مسجد قباء، هل في كل يوم أو السبت فقط؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كان يخرج كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه. نعم. وهذا يسأل هل طلب العلم أفضل من قراءة القرآن؟
يا أخي ما يتعارضان، اطلب العلم واقرأ القرآن، والقرآن هو أساس العلم، هو أساس العلم، وقراءته من طلب العلم. نعم. وهذا يسأل: ما حكم الهجرة إلى دولة أوروبية؟ الهجرة إلى من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة الشرعية فراراً بالدين، الانتقال من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام والتوحيد، هذه الهجرة الشرعية فراراً بالدين. نعم. هذا يسأل يقول: هل يمكن رجل فاسق أو مرتكب كبيرة ثم يتوب أن يكون عالماً من علماء المسلمين؟ رجل فاسق أو مرتكب لكبيرة، هل يمكن أن يكون يعني بعد توبته عالم من علماء المسلمين؟ إذا كان عنده علم من الكتاب والسنة فيكون من علماء المسلمين. نعم. وهذا يسأل: هل تبطل صلاة من صلى في الصفوف المتقدمة على الإمام؟ لا، إذا كان بينه وبين القبلة فلا تصح صلاته عند جمهور أهل العلم، لأن المأموم يكون خلف الإمام أو عن يمين الإمام. نعم. وهذا يسأل: ما هي أفضل صدقة جارية للميت؟ حسب النفع، وهذا يختلف باختلاف الأماكن واختلاف، حسب ما كان أنفع فهو أفضل. نعم. وهؤلاء يسألون: ما هي نصيحة سماحتكم لطلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية؟ هؤلاء مشايخ وطلبة علم، هم نبي النصيحة منهم. نعم. وهذا يسأل يقول: ما حكم قولهم: لا تجعل الله أول الناظرين إليك؟ يعني خف من الله وراقب الله عز وجل واعلم أنه يراك حيث ما كنت، فلا تجعله أهون الناظرين إليك، يعني إذا نظر إليك مخلوق تخجل وتخافه، وأما تعلم أن الله ينظر إليك ولا تبالي بذلك جعلته أهون الناظرين إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا يسأل يقول: ما حكم قولهم أن الإسلام قديم كقدم الله؟ هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل، وما عرفنا هذا الكلام. نعم. وهذا يسأل: ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم في الثبات على طلب العلم ومواجهة الفتن؟ العزيمة الصادقة، العزيمة الصادقة والصبر، يعزم ويصبر، إن طلب العلم شاق يحتاج إلى صبر ويصبر حتى يرزقه الله العلم. نعم. هذا يسأل: ما حكم المصلي الذي يصلي خلف إمام في الجهرية ولا يقرأ الفاتحة؟ تكفي قراءة الإمام، إذا كان يسمع قراءة الإمام فإنها تكفي، لقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه نزلت في الصلاة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. هذا يسأل عن حكم غسل الفرج بماء زمزم. لا بأس بذلك، وكسائر المياه مطهر فلا بأس بذلك. نعم. وهذا يسأل يقول: هل إذا عمل المرء عملا خالصا لله ثم بعد أن أتمه فرح بأن الناس علموا به فما حكم ذلك؟ إذا كان أنه يفرح بأن الناس عرفوا عمله وأنه هذا رياء، يعتبر من الرياء. نعم.
وهذا يسأل: وكيف أحقق التدرج في الطلب مع وجود دروس شتى وفي فنون متنوعة، أكتفي بفن واحد؟ تنضم إلى كلية أو معهد علمي وتقرأ المقررات التي فيه من كتب العلم وتحصل على خير كثير إن شاء الله. نعم. عفى الله عنكم. هذا يسأل: هل الرواتب تصلى في المسجد الحرام للمسافر؟ المسافر لا، إذا كان يقصر الصلاة فلا يأتي بالرواتب إلا راتبة الفجر. راتبة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. أما الرواتب غير راتبة الفجر فإنه يتركها إذا قصر الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. نعم. عفى الله عنكم. هذا يسأل ويقول: أكثر المسلمين يسألون ما السبيل إلى عزة الإسلام وأهله؟ السبيل أن المسلمين يقومون بإسلامهم ودينهم ويدعون إليه ويرغبون الناس فيه، هذا هو السبيل. الإسلام لا ينتصر بنفسه، إنما ينتصر إذا قام به أهله ونشروه و دعوا إليه. نعم. هذا يسأل: بعض حلق القرآن في المساجد يزيمون النساء بعدم الغياب حتى في وقت حيضهن خاصة في الاختبارات، فما حكم ذلك؟ الحائض لا تجلس في المسجد، أنها أما أنها تمر تأخذ شيء وتطلع لا بأس، أو يكون طريقا مختصرا تمر منه لا بأس، أما أن تجلس في المسجد وهي حائض هذا لا يجوز، ولا يجوز لهم أن يجبروها على ذلك. فإذا الاختبار يرسلون إليها من يختبرها. نعم. وهذا يقول: ما حكم الصلاة خلف الداعية للبدعة والمجادل فيها؟ إذا كنت تعلم أنه مبتدع وأشد من ذلك داعية إلى البدعة، وهذه البدعة في العقيدة، لا تصلي خلفه. نعم. هذه امرأة تسأل عن أموال تحصلت عليها من الربا، فكيف تتصرف فيها؟ تتخلص منها بوضعها في مشروع، تضعها في مشروع أو توزعها على محتاجين تخلصا منها، وليس هو من باب الصدقة. نعم. هذا يسأل: كيف نعالج السحر؟ وهل يختلف أو تختلف طريقة العلاج من سحر بسحر؟ السحر يعالج بالقرآن وبالرقية الشرعية، ولا يعالج السحر بالسحر، لأن السحر حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم. هذا يسأل عن كلمة والنبي، هل تجوز؟ هذا قسم ولا يجوز، هذا قسم ولا يجوز الحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. هذا يقول: هل كيف يحصل المسلم أو يصل إلى مرتبة الإحسان، وما هي الأمور المعينة على ذلك؟ يصل إلى مرتبة الإحسان إذا أقام دينه على المنهج الصحيح وعبد الله كأنه يراه، عبد الله على المشاهدة كأنه يراه، هذا هو الإحسان. نعم. هذا سائل يقول: عندما نقول لهم أن الله في السماء يقولون:
لا تحدد لله مكانا، كيف نرد على هؤلاء؟ هذا كلام باطل. الله جل وعلا في السماء كما أخبر عن نفسه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أخبر عن نفسه أنه في السماء سبحانه وتعالى. نعم. عفى الله عنكم، هذا السائل يقول: ما نصيحتكم؟ هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما هي الأسباب أو ما الأسباب المعينة على موت على الموت على السنة؟ كذا جاء في السؤال. الموت على السنة بيد الله، لكن أنت تعمل الأسباب، تتمسك بالسنة، تعمل بها، تتعلمها وتحرص عليها، والله جل وعلا يوفقك للسنة. نعم. هذه امرأة تقول: أنا متزوجة وبعيدة عن والدي، فكيف أبر بهما؟ بالمراسلة والصلة، هي أن ترسلي لهما شيئا من المال، وبالمكالمة بالهاتف والتلفون. نعم. هذا يقول: سماحة الشيخ، ما نصيحتكم لرجل مقبل على التعدد، يعني زوجة، أن يتقي الله ويعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل يكون في النفقة، ويكون في الكسوة، ويكون في المسكن، ويكون في المبيت. هذه الأربعة هي التي يحصل بها العدل. نعم. عفى الله عنكم، هذا يقول: فضيلة الشيخ، لوحظ في صلاة الجمعة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض المصلين يصلون محاذين للإمام، فهل تجوز صلاتهم؟ محاذين للإمام؟ وين يبيهم يروحون؟ هم خلف الإمام. منهم من هو محاذي الله، ومنهم من هو على يمينه، ومنهم من هو على يساره. نعم. هذا السائل يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، الآية، فهل يجوز لنا رفع الصوت في الحرم، يعني بجوار القبر؟ عند السلام عليه وعند قبره صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك، وأما إذا كنت بعيدا من ذلك ترفع الصوت بقدر الحاجة. نعم. هذا يقول: ما حكم رفع اليدين جالسا عند القيام إلى الركعة الثالثة؟ في الركوع، في الرفع إلى الركعة الثالثة، هل يرفع يديه عند القيام؟ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول يستحب رفع اليدين في هذه المواضع. نعم. هذا يسأل عن صحة حديث ما صحته حديث اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الشق هو ما يكون في وسط القبر، يوضع فيه الميت ثم يسد عليه باللبنات فوقه، واللحد يكون في جانب القبر، في جانب القبر من جهة القبلة، هذا اللحد، وهذا أفضل، وهو الذي عُمل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يسأل ويقول: ما الأفضل لطالب العلم بعد حفظ القرآن، هل يبتدئ بحفظ المتون التأصيلية أم بحفظ الصحيحين؟ ما هو طلب العلم بالحفظ، طلب العلم بالجلوس على العلماء، إما في الدراسة النظامية في الفصول، وإما في المسجد أو في مجالس العلماء. أما الحفظ من دون أن ترتبط بالعلماء فهذا ليس طلبا للعلم،
ولو حفظت المتون كلها ما ليس هذا هو طلب العلم. نعم، العلم يتلقى عن العلماء ما هو يتلقى عن الكتب. نعم. الله عنكم. هذا يقول: هل يجوز لي أن أعيد الصلاة إذا صليتها خلف إمام يلحن في الفاتحة لحن جليا؟ لا تصلي خلفه إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا جليا، لا تصلي خلفه، ولا يجوز أن يكون إماما وهناك من هو أحسن منه قراءة. نعم. وهذا يسأل عما يفعله بعض الأولاد والشباب اليوم من تقليد الله الغرب في حلق بعض الرأس وترك بعض، هل هو يعني يجوز أو لا يجوز؟ هذا القزع، هذا القزع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. أما أن تحلق بعضه وتترك بعضه هذا لا يجوز، هذا القزع وهذا تشبه بالنصارى. نعم. هذا يسأل يقول: مسافر صلى العشاء خلف مسافر يصلي المغرب، فهل يقوم معه ويتم ربعا أم يقعد في الثانية؟ ولو صلىها خلف مقيم ماذا يفعل؟ يكمل الصلاة، يكمل الصلاة. إذا صلى خلف من يصلي المغرب هو مسافر، صلى خلف من يصلي المغرب فإنه يكمل الصلاة ولا يصلي ثنتين والإمام يصلي ثلاث، لا. وكذلك من صلى خلف إمام يتم الصلاة يجب عليه إتمام الصلاة تبعا لإمامه ولا يقصر الصلاة خلفه. نعم. هذا يقول: لي أم كبيرة في السن وهي كانت في جاهلية أو في جهل والآن تبدأ أو بدأت تصلي، بماذا تنصحونها؟ الحمد لله، ما دامت بدأت تصلي وتحافظ على دينها أعينوها على دينها وعلموها ما تجهل. نعم. وهذا يسأل يقول: هل يشرع السفر من أجل الصلاة على الميت؟ لا، ما يسافر من أجل الصلاة على الميت، لكن إذا كان الميت له شأن في الإسلام كالعلماء ومن لهم في الإسلام عمل في نشره والدعوة إليه صلى عليهم صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات، خرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب. نعم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز أخذ ماء زمزم أو نقله للفندق لنشرب ويشرب المعتمرون فيه؟ لا بأس بذلك، خذ ماء زمزم للفندق وخذه لبلدك وخذه لما شئت. نعم. وهذا عفى الله عنكم يسأل: ما هو الصراط وما هي القنطرة؟ الصراط هو القنطرة، والصراط هو الطريق، هو الطريق، والصراط الذي يمر الناس عليه. وربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، إلى قوله: وإن منكم إلا واردها، لا أحد من الخلق إلا وارد النار، وذلك بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم يمرون عليه، منهم من يمر كالبرق تجري بهم أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على الصراط، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم من على الصراط تجري بهم أعماله. نعم. عفى الله عنكم. هذا يقول: ما حكم زواج المسيار لأنه منتشر عندنا؟ زواج المسيار
أنا لا أعرفه. فالزواج الشرعي المعروف زواج الرغبة والاستدامة، أو زواج مؤقت يكون هذا من المتعة، يشبه المتعة ولو سمي مسيارا، إنه يكون من المتعة إذا كان مؤقتا. نعم. هذا يقول: نصيحة، ما نصيحتكم للمؤذنين، وما يجب أو ماذا يجب أن يكون عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإمام راع والمؤذن مؤتمن. المؤذن الإمام ضامن، قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على الوقت، على وقت الصلاة تقيد به. فيؤذن عند دخول الوقت، ولا يتقدم على دخول الوقت ويؤذن. حان الأذان يا شيخ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أكون عاقا لوالدي عندما يطلبون مني الرجوع إلى البلد وأنا أطلب العلم في المدينة؟ إذا كان يحتاجان إليك وطلب حضورك فلا بد أن تحضر، إذا كنت تستطيع الحضور لا بد أن تحضر، فإن لم تحضر مع استطاعتك وحاجتهم إليك تكون عاقا. نعم. عفى الله عنكم. هذا السائل يقول: أحد الإخوة توفي والده قبل 7 أشهر، هل يجوز له أن يستدعي الجيران والإخوة للأكل عنده ويقرؤون القرآن وينويها صدقة تصل لأبيه؟ لا، هذا لا أصل له، هذه الطريقة لا أصل له. إذا كان يريد أن ينفع والده يتصدق عنه بهذا الطعام، يعطيه الفقراء والمحتاجين. نعم. وهذا يقول: هل من وصية بشأن كثرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والانشغال بها؟ لا تشغل نفسك بالمواقع الاجتماعية والانشغال بها، تشغلك عن عملك وعن دراستك وعما ينفعك، اتركها، فإنها مشغلة ولا فائدة فيها، بل فيها مضرة. نعم. عفى الله عنكم. وهذا يقول: بماذا تنصحونني بعد أن انتهيت من الدراسة وسأسافر إلى بلدي؟ أنت تدعو إلى الله هناك وترشد من أمامك من أهل بلدك، تعلمهم العقيدة وتعلمهم العلم، تدعوهم إلى الله. نعم. وهذا يقول: كيف يحقق المرء خشية الله تبارك وتعالى؟ هذا شيء يجعله الله يمن به على العبد، فيحرص على طاعة الله وعلى مرضاة الله وعلى الإخلاص لله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. وهذا يسأل عن حكم قيام الليل. قيام الليل سنة، قيام الليل سنة ومن أفضل الطاعات والعبادات، يجعل الإنسان له نصيبا من قيام الليل. نعم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، ولا سيما ثلث الليل الآخر. نعم. هذا يقول: حلفت أن لا أزور أخي ثم زرته، ما الكفارة؟ كفارة كما ذكر الله، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. وهذا يسأل عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي
عن شفاعته هل هي خاصة أم عامة؟ شفاعته خاصة وعامة. الشفاعة المقام المحمود هذا عام، يشفع عند ربه لفصل القضاء بين عباده وإراحتهم من الموقف 50 سنة والشمس تدنو منهم شاخصة أبصارهم، فيشفع عند الله أن يفصل بين عباده وأن يريحهم من الموقف، هذه شفاعة عامة. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، أحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. عفى الله عنكم. هذا يسأل: هل يوجد في الشريعة الإسلامية تصوف محمود؟ لا، تصوف مبتدع، وليس في الشريعة تصوف محمود، كله مذموم. والذي يريد الخير يعمل بالسنة ولا يعمل بالبدعة، التصوف بدعة. نعم. وهذا يسأل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة؟ عن السدل في الصلاة. أي نعم، ورد النهي عن السدل في الصلاة، سدل اللباس الذي عليه، الذي الرداء، صدر الرداء ولا يضم بعضه إلى بعض، هذا السدل. نعم. وهذا وغيره لهم طلب، نرجو من سماحتكم الاستمرار في المحاضرة بعد العشاء، لأن الوقت بعد المغرب ضيق ولا يكفي. مرة ثانية إن شاء الله، أما هذه الليلة فيكفي ما حصل إن شاء الله وفيه البركة. نعم. متى الثانية إن شاء الله؟ هل كل أثر أو كل مكان وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيه في أي مكان، هل ورد ما يدل على وجوب إحيائه والصلاة فيه أو إقامة بناء عليه؟ إقامة بناء عليه لا، ما يجوز هذا. أما تقصده للصلاة فيه فهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا المكان وصلى فيه فإنه صلى فيه، وأما إذا إنه صلى فيه ما هم من باب القصد وإنما من باب المصادفة، يعني حضرت الصلاة وصلى في هذا المكان. الرسول صلى في أماكن كثيرة في طريقه وأسفاره، لا يجوز تتبعها إلا المكان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. نعم. وهل يذهب إلى ذي الحليفة للصلاة في الوادي المبارك؟ لا، إنما يصلي فيه من يريد الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه أن صلي في هذا الوادي المبارك، وقل حجة في وقل عمرة في حجة. نعم. عفى الله عنكم. سأل يقول: ما توجيهكم في شخص يشكك في صحيح البخاري؟ إيش؟ يشكك في صحيح البخاري. أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل وإما منحرف والعياذ بالله. نعم. ومثل السؤال يقول: كيف هذا الحديث كثرتها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة قصيرة؟ ما هو مثلك، النبي صلى الله عليه وسلم بورك له في عمره وفي عمله وفي دعوته، بورك له في ذلك. نعم. وهذا يقول: ما حكم من يصلي ويلبس البنطال، هل صلاته صحيحة؟ إذا كان البنطال يستره وليس ضيقا وإنما هو فضفاض ويستره فلا بأس بذلك. نعم. وهذا أيضا طلب يقول: نرجو أن يكون لكم درس ثابت في مسجد قباء. لو أنا في المدينة يمكن، ما أني في
أقصى بلاد المملكة وصلي في مسجد قباء، هذا طيب لو يحصل، لكن ما يتوفر لي توفرون لي طائرة يعني؟ أي نعم. أي. تشرون علي؟ أي. كل 3 أشهر. صحيح، خير إن شاء الله. هم يرغبون لو كل 3 أشهر. لا، عندهم علماء إن شاء الله وعندهم خير. وأما أنا إنما أنا زائر فقط. نعم. وهذه أسئلة تكررت، ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ في العقيدة وفي السلوك؟ قلنا لكم إن كان السائل في الدراسة النظامية يقرأ المقررات المقررة عليه، وإن كان في غير الدراسة النظامية فإنه يسأل العلماء الذين يجلس عليهم ويقرأ عليهم، يختارون له الكتب التي تناسب. نعم. وهذا السؤال أيضا يقول: بعض طلبة العلم يضعون كتب العلم في خلف صناديق الأحذية في المسجد النبوي، هل في هذه إهانة لهذه الكتب؟ إذا كانوا يقصدون الإهانة فهي إهانة، أما إذا كانوا ما يقصدون وإنما يعني ألجأتهم الحاجة إلى ذلك.